نجدد التحية والتبريكات ونرحب بضيفنا أحد المحامين اللي في القضية هذه، وكان له يعني مرافعاته توبعت وقرأنا ما كتب يعني بالحرف، لأن من خلاله نحاول نعرف وين ماشية القضية. أهلا بك محمد عبد القادر الجاسم. يا أهلا وسهلا سلمان. قبل أقول لك مبروك وقبل أندش في الموضوع، لازم تعرفون جزئية مهمة جدا، وهي أن محمد عبد القادر الجاسم قبل لا يترافع أمام القاضي له طقوس معينة. وعمر عطنا ما هي الطقوس التي يعني تقوم بها قبل المرافعة؟ لا هي يعني شوف، أنت تحضر وتكتب وتجهز بالليل وتنام، يعني تقعد الصبح بمزاج مختلف. المرافعة تحتاج إلى دخول في الجو وشحذ الذاكرة، تحتاج، أنا ما أحب أترافع من ورق، أحب أترافع لا يعني الأغلب من الذاكرة. تحط رؤوس أقلام فقط. تحط رؤوس أقلام إيه عشان ما تضيع يعني. فتطلع من البيت وزحمة وموقف ويعني عرفت، تطلع من جو المرافعة. فقبل لا أدش قاعة المحكمة أنعزل في الممر، في مكان ما، أي مكان في الممر، وأحط سماعات بإذني مالت الآيفون، وفي موسيقى هي ترفع الأدرينالين، يعني لما تسمعها بتركيز، لي عنوانها موسيقى اسمها أوفورتونا، موسيقى من اللي فيها، من اسمها يعني أوفورتونا، أي فيها طبل قوي وفيها نبرة تزداد، دخل يعني جو حرب، أي وتزداد، ترتفع ترتفع ترتفع، ففعلا ترفع الأدرينالين، بس بشرط أنك تنعزل عن الناس. بعدها تدش على المحكمة تكون خلاص وصلت إلى درجة الاستعداد للانطلاق، لأنه مهم جدا في المرافعة أنك أنت ما تبدي ببرود تأخذ لك ربع ساعة بعدين تحمى مكينتك، لازم تبتدي المرافعة من أول كلمتين. غالبية الناس بهذه الطريقة أنه يبدأ ويتدرج في الصعود شوي شوي، يعني من أشهرهم، من أشهر الناس مسلم براك، شوف كلامه في قاعة مجلس الأمة، يبدأ شوي 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 خصوصا في استجواباتها، يبدأ شوي شوي وبعد شوي وصل إلى مرحلة الخلاص. إحنا ما عندنا الوقت في المحكمة، القاضي مل، القاضي إذا ما تكون مرافعتك يعني مركزة تعطيه شيء جديد ما فكر فيه، من يبتدي يتسند لي وراء أو يسولف مع القاضي اللي يمه أو يطالع تحت، بس احترم نفسك ومش. فأنت مهمتك أنك تأسر انتباه القاضي وتكون دائما النبرة قوية وتقدم الجديد، فما يمديك تأخذ لك مثل رنوي فترة بعدين تحمى، لازم من البداية تكون حامي. جميل، يعني خصوم محمد عبد القادر الجاسم اللي عليكم ان شوفوا تلفونه، تصرفوا يا تلفونه قبل يدش المرافعه. طيب محمد عبد القادر الجاسم، نكرر لك التهاني والتبريكات على الحكم. السؤال، هل توقع محمد عبد القادر الجاسم الحكم ام كان في يعني ما كنت متفائل؟ لا كنت متفائل، كنت متفائل بالبراءة. جدا بالبراءه ومن فتره الحقيقه، وكنت بنصدم لو صدر حكم ادانه حتى لو ما كان حبس. حتى البارحه كنت في دوانية العليان وكنا نسولف، الشباب عدد كبير منهم كانوا موجودين. أنا ما أحب كمحامي أني أعلن توقعي قبل الحكم، لأن كثرة التوقعات ثم يأتي الحكم بخلاف التوقع يفقدك خيمتك القانونية، بس يعني أنا كنت مطمئن، فكنت أوصل لهم يعني أن ناموا وانتم ارتاحوا، لا داعي للقلق. بناء مشاري المطيري دكتور قلت له نم قرير العين، طبعا يعني في دوانية العليان البارحة. إحساسي بتوجه المحكمة كان من الجلسة الرابعة، من زمان المحكمة القاضي تحديدا في هذه القضية المستشار هشام عبد الله قاد الجلسات، وطريقة أسئلة الشهود وتعامله مع المحامين خلق عندي انطباع، فكنت مرتاح. كنت بنصدم لو في إدانة أيا كان، خلق عندك انطباع من أسئلة الشهود وطريقة التعامل، يعني حسيت أن الاتجاه ما هو اتجاه إدانة، شعرت في هذا يعني بحكم الخبرة، يمكن شعرت أن الاتجاه لم يكن اتجاه إدانة. لذلك الحقيقة كان اجتهادي في كتابة الدفاع، كتبت أنا 5 مذكرات قدمتها، أنا أعتذر عن صوتي شوي يعني متعب اليوم، أي فاجتهدت بالمذكرات، لأن أيضا إذا أنت ترى كمحامي بأن القاضي متجه ناحية البراءة فعليك أن تسند هذا الاتجاه وأن تدعم وأنك تقدم شيء
تفكر ربما لم يخطر على بال القاضي، يستند إليه إضافة إلى يعزز هذا الاتجاه. فهي من واقع هي يعني قياس توجه. أنا كنت أحضر جميع الجلسات وكنت كم جلسة هي بالمناسبة أبو عمر؟ شون؟ كم جلسة؟ إذا كان هو يعني حسيت فيه يعني تقريباً تقريباً في المتوسط كل 3 أسابيع جلسة، لأن في فترة صار في شهر ونص تأجيل، في فترة صار كل أسبوع تأجيل، فكان في يعني أعتقد المتوسط يمكن 3 أسابيع. ما كل 3 أسابيع جلسة؟ أي يعني المتوسط. طيب. أبو عمر، دار حديث بين الناس غير القانونيين أتكلم، إنه والله قد يكون تفكير السلطة السياسية وأنه راح بتؤثر على السلطة القضائية والكلام هذا، وأنه تسعى السلطة إلى غلق هذا الملف خصوصا مع تزامنه ومواكبته للقمة اللي بكرة، فما يبون صداع. فلذلك فكر في هذا الجانب، هل وضع في الاعتبار هذا الجزء في مخيلتك أنت في اعتبارك؟ لا أبدا. شوف، أنا يعني إحنا نتحدث عن محاولات السلطة لتوريط القضاء، لاستغلال القضاء، لكذا لكذا، نتحدث عن هذا. ولكن في هذه القضية تحديدا، مثل ما قلت لك، أنا من الجلسة الرابعة أدركت أن الأجواء في هذه القضية هي أجواء قانون، وهذا انعكس على أول سطرين 3 من مرافعتي، أني أقول بأن فبالقانون وحده، أو القانون وحده يؤدي للنطق ببراءة المتهمين، وإذا كانت السياسة هي البوابة اللي دخلوا فيها الشباب المتهمين إلى قصر العدل، فإن مخرجهم هو القانون. ففي هذه القضية اعتبارا من الجلسة الرابعة، السياسة كان الجميع يتركها برا القاعة، فلا يمكن أن السلطة تكون عندها توجيه إلى هذه الدرجة في موضوع القضاء. هذه القضية، وأنا هذه شهادة مسؤول عنها، ليست مجاملة للمستشار هشام وأعضاء المحكمة، وإنما هذه أضخم قضية مرت على الكويت، القضاء الكويتي. أضخم؟ أضخم قضية، العدد كبير، وضغط الرأي العام هائل من الصوبين، الطرف المؤيد والطرف المعارض، والمدة أيضا اللي يتمنى، والمد يعني عرفت. هذه القضية أديرت بمعزل عن الصخب السياسي خارج القاعة، بس فقط يعني محاطة بحدود القانون فقط، بالقانون هذا فقط. اللي لمسته كمحامي المتهمين بالضبط. لذلك شوف، في مذكرتي أيضا، مذكرة الدفاع، وأن يعني ذكرت أن حتى نفهم ليش صار اللي صار، علينا أن احنا نرجع إلى التاريخ، وبدأت مذكرتي في الجانب السياسي من 1921 إلى يوم دخول مجلس الأمة، هذه مذكرة الدفاع، لكن لم أترافع فيها بالمحكمة، وإنما اكتفيت بتثبيتها في المذكرة وقدمتها. ليش ما ترافعت فيها في الجانب السياسي؟ لأن لم تكن أجواء القاعة أجواء سياسية. هذا اللي وضعته في تويتر، قلت إذا أحد بيرجع لها يشوفها هذه؟ في أي نعم، موجودة في الموقع هي، وأنا من ترافعت فيها نشرتها، ويعني حتى نشرتها عن عمد بثلاث صيغ لمن يرغب في الاقتباس منها، أو أيوة كتبت لمن يرغب بالاقتباس منها. يعني تحدثت قبل قليل عن أنها أضخم قضية، وأن صار فيها رأي عام من الطرفين. فعلا نتذكر جيدا ما كتبته الصحف اللي تتمنى حبس الشباب، تتمنى إدانة الشباب، والحمد لله أن الأمر كان محاط بالقانون ومحكوم بالقانون في هذه القضية. طيب، جزئية ما زلنا في الشق القانوني، ما دام أنت تتحدث عن الشق القانوني، أن هذه القضية محاطة بالشق القانوني أو محاطة بالقانون، تضارب أقوال الشهود في النيابة وأمام المحكمة، وفي نفس الوقت إنكار المتهمين وعدم توافر القصد الجنائي، هل هذه يعني الأمور الناس يبون يعرفون على أي أساس برئ الشباب 70 المجموع؟ شوف، أنا ما تسنى لي أقرأ الحكم بدقة الأسباب عليه. يعني توني حصلت عليه، لكن هل أقول لك الآن مو من واقع ما تبنته المحكمة، وإنما من واقع ما جرى في المحكمة. أول شيء، المحكمة استدعت الأخ خالد السلطان من تلقاء نفسها، ما في أحد من المحامين طلب استدعائه، هو عضو في مكتب المجلس 2012، فسألت المحكمة عن ليش تم ما يسمى تصحيح البلاغ، فكان من عرض شهادته أوضح هو الجانب السياسي في هذه القضية، وكيف أن
تقديم البلاغ فيها ومحاولة تفخيمها تذكر المقال مؤبد وإلى آخره، لأن هناك صراع حول النفوذ، وهناك أقطاب كما سماهم في شهادته، أقطاب يريدون الهيمنة على البلد، وأن واقع الدخول المجلس حرمتهم من هذه الهيمنة. فكلام قوي جدا ممتاز، أنا حتى شفت اليوم لخالد سلطان وشكرته على الشهادة. فالجانب الآخر التضارب في أقوال الشهود، يكفي أن ثبت أمام المحكمة بأقوال الشهود أن بسام الرفاعي عامر الحرس هو اللي طلب من الحرس فتح الباب الخارجي. اثنين من الحرس، مو واحد، اثنين من الحرس قالوا بسام الرفاعي قال بطلوا الباب. عمليا الباب مال المجلس، الباب البوابة الخارجية، مو لو 300 ولا 600 شخص، لو 1000 شخص حديد هالمتنة لا يمكن يتبطل. يعني مو غشمرة انك والله بتدزه، اذا لم يفتح ما لا يمكن نفتح. بعدين في سيارة واقفة من الداخل على الباب، رص الباب، الباب ما يفتح الا اذا تحركت السيارة. وبالفيديو كاميرات مجلس الأمة، كاميرات الرقابة مالت المجلس، واضحة. يركب العسكري، يرجع السيارة، ينتبه إلى أن المسافة مو كافية لفتح الباب، يرد يركب السيارة يرجعها مسافة كافية، ثم يروح يفتح الباب، يشرع الباب. طيب حتى لو قيل ما قيل عن فتح الباب، عقب ما دشوا الشباب ليش ظل الباب مفتوح إلى الساعة 12 بالليل؟ إذا هذا اقتحام، طيب يوم دشت الموجة الأولى ليش ما سكرتوا الباب؟ ليش ظل الباب مفتوح اللي بيطلع واللي بيدش على كيفه؟ أضف إلى ذلك الإصابات، إصابات اللي لحقت بالشرطة قبل بوابة المجلس. أحد ضباط القوات الخاصة اللي شهد أمام المحكمة، شهد هو مجمل شهادته لم تكن إيجابية بالنسبة للمتهم، لكن قال معلومة واحدة، قال أنا أبلغت القائد الميداني أن الخطة الأمنية خطأ. فأسأل القاضي شلون؟ قال حاطين صف من الشرطة في مواجهة الجمهور، ثم وراء هذا الصف حاجز حديدي، ثم وراء هذا الصف الحاجز الحديدي صف خاصة من القوات الخاصة بس بلبس الشرطة العادية. جميع الإصابات التي لحقت الشرطة نتيجة سقوط الحاجز عليهم. هي لحقت الصف الأمامي ها؟ بالطبع، لأن الحاجز سقط عليهم. طيب منو اللي دز الحاجز باتجاه الشرطة؟ الشرطة اللي وراهم. باختصار أظن أن المحكمة أشارت إلى موضوع فشل الخطة الأمنية. إيه في حيثيات الحكومة بالضبط. أضف إلى ذلك أحد الحرس المجلس اللي قيل بأن الشباب طقوه، جاي حارس آخر من حرس المجلس، ما أعرف المحكمة وين اتجهت فيه، ولكن أقول لك اللي صار بالمحكمة، وقال أنا اللي سكت السيارة الوانيت وأنا اللي دستريوله وأنا أمشي بالسيارة. طيب الشباب شكوا. واحد من الحرس قال أنا جاني بوكس على وجهي، بوكس واحد. النيابة اتهمت 52 شاب ومعاهم بعد مسلم وجمعان وكلهم، اعتبرت من يد واحدة انهم ضربوا بوكس. طبعا فهمني شلون 52. فشوف النيابة ارتكبت اخطاء، وكان في حديث ايضا ابو عمر عن صواعق كهربائية استخدمت. اي ما هو صاع معروفة قصتها، بس ما نبي نيب. جميل ابو عمر، انت تحدثت عن النيابة، انت في هذه القضية طلبت شطب يعني بعض اللي قالت النيابة، بعض ما وردته النيابة. نعم، خلنا نسمع هالمقطع هذا ونرجع نعلق عليه. عطونا المقطع اللي عن طلب شطب ما أوردته النيابة، بعض ما أوردته النيابة. خطير حين تتحدث عن فرض السلوك وثقافات، وكأنها تعتبر المتهمين ما هم جزء من المجتمع، وإنما كأنهم أضراب يعيون عندهم ثقافة بيفرضونها على المجتمع. النيابة أخطأت خطأ جسيم فيما أوردته في مذكرتها، وتجاوزت حدود حق استعمال الحق، بل العبارات وصلت مرحلة التجريح وتوجيه اتهامات جزافية لفظية وصفية للمتهمين، ولم يأتي هذا كله سعادة الرئيس في إطار حسن النية حتى نقول ولا حق النيابة أنها تترافع. وسوف أتقدم رئيس بمذكرة بعد في نهاية المرافعة تتضمن طلب وفق المادة
الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات المدنية اللي تنص وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات. جميل، إذا هذا ما طلبت من النيابة، أنه شط طلبت المحكمة أن شط بعض العبارات اللي في أوردتها النيابة. حدثنا عن هذه الجزئية أبو عمر. يعني أنا مع الأسف بالنص ما هي معاي الآن، خليتها بالسيارة يعني موجودة. لت قايل لنا في مذكرة النيابة حقيقة استخدمت أوصاف أو ألصقت أوصاف بالمتهمين لا تليق، واعتبرتهم ناس خارجين عن القانون، وأنهم عندهم ثقافة جديدة يريدون فرضها على المجتمع، وأنهم يعني أصحاب مصالح، وبشكل حقيقة أنا كنت حريص أني أقوله بالنص، لكن ما قيل من النيابة وما استخدم من النيابة من ألفاظ بحق حتى النواب أن خرجوا من بوابة مجلس الأمة ودخلوا من يعني شيء لا يوصف. تجاوزت في النيابة في تقديري الشخصي كمحامي حدود حقه في إبداء رأيها، لذلك أنا طلبت من المحكمة شطب هذه العبارات من مذكرة النيابة، لأن من الخطأ ما أدري والله أنا ما قريت الحكم مثل ما قلت لك بالتفصيل، لكن احنا ثبتنا موقف برفضنا لهذه العبارات اللي كشفت في الحقيقة عن شيء من الاندفاع. يعني النيابة العامة هي ممثل للمجتمع، بمعنى تمثل حتى المتهم. يعني النيابة العامة لو وقع في خطأ في الحكم يجب أن تستأنف الحكم لمصلحة المتهم، هي ليست فقط ضد المتهم، هي تمثل المجتمع، وتمثيلها للمجتمع يجب أن يدفعها إلى أن تكون محايدة. جميل. لا أن تتبنى موقفا سياسيا من هذا الطرف أو ذاك. وانت رأيت وأنا تبنت موقفا سياسيا حادا. خلنا نتكلم بصريح العبارة أبو عمر. نعم. هل تعتبر ما ورد في اتهامات النيابة هي عنصرية بصريح العبارة؟ شوف، بعض الفقرات في مذكرة النيابة كل اللي أقدر أقوله أنها لم يكن من الملائم أن تأتي على لسان النيابة العامة، لأن سمعنا هالمفردة كثيرا في اتهامات عنصرية، في اتهامات عنصرية تكررت على مسامعنا هالكلمة. في هذا الاتجاه كنت أتمنى أن تبتعد النيابة ولا تكون طرفا في أي نوع من أنواع الصراع الدائر في المجتمع. لعل النيابة الآن بعد صدور هذا الحكم يعني تستفيد اكتساب الخبرة، أمر زين إيجابي. هذا الحكم يعني في دروس للمحامين، لنا احنا، للنيابة ايضا. فأتمنى ان النيابة العامة ان الجميع يستفيد، اي، وان النيابة العامة تراجع هذا الحكم وينعكس اثره في قضايا اخرى. يعني هناك لا تنسى، يعني انا باكر عندي قضية ام دولة ايضا لثلاثة من الشباب، يعني هي ما هي نهاية المطاف هذه القضية. فقضايا يعني بعد انا شخصيا يعني من 15 قضية ام دولة للحراك عندي الان بقى 7 قضايا، فريضين ما خلصنا. لا، الليل طويل. أبو عمر تحدثت قبل قليل عن وجود النواب واتهمة النواب النيابة وكذا. وجود النواب هل كان يعني أمر يثقل القضية عليكم، أو كان عاملا مساعدا للحصول على البراءة؟ أي هذا خوش سؤال. شوف أبو سلمان، كمحامي أنت يبقى أنت تتحمل مسؤولية نيابة عن موكلك. مو كل موكل يعرف أبعاد وخطورة الاتهام، ولك الموكل يعني تقدر أنت تأخذ راحتك في الدفاع، لأن ما تبي أيضا يعني بعض الموكلين يريحك يقول لك روح اللي تبي وأنا مستعد أنحبس. هذه النوعية مثلا مسلم، جمعان، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، حتى عدد من الشباب مثل ما تقول يعطونك تفويض كامل، فأنت مسؤول بالكامل، سو اللي تبي، العب في أي مركز. أي، فبالتالي هذا الشيء يعطيك أريحية، عرفت؟ هذه النوعية من الموكلين لا، أنا أتشرف أن أدافع عنه،
لان هذا هذا يحررني من القيود. هذا النوعيه من الموكلين هو فاهم عارف بان المرافعه مو هي سبب ادانته لو ادين. فبالعكس وجود النواب لم يثقل القضيه. وجود النواب انا بالنسبه لي انا كنت امثل 5 من 9 نواب و10 من الشباب، جمالي 15 متهم. لا كان عندي يعني ملعب فسيح للحركة. حتى الشباب العشرة عطوك تفويض كامل. إيه طبعا طبعا طبعا. وهذا اللي خلاك يعني تكتب المذكرة الطويلة اللي ما قدمت، اللي ما تكلمت عنها قدمتها فقط. أنا قدمت 5 مذكرات، اللي ترافعت فيها هي مذكرة واحدة فقط. جميل. البعض يقول بأن المعارضة أخطأت، يعني أنت تتحدث عن أن المحامي يتمنى أن يحصل على الأريحية والحرية يلعب في أي مركز يحب، يلعب ليبرو، يلعب وسط، دفاع، هجوم. هناك من قال بأن من الخطأ أخطأت المعارضة عندما فوضت وسمحت بأن تقدم أو يطعن في المادة 25 من قانون أمن الدولة. تعليق محمد عبد القادر جاسم كمحامي الآن. أي لا كمحامي لا، أنا ما أعتبر الطعن على المادة 25 خطأ. أنا قريت مثل هذا الكلام، وهناك يعني محاولات لتحميل المسؤولية. لا أنا كمحامي شوف أنا أقول لك، أنا قاعدتي لا تدخر أي دفاع. لا يجوز أن تقول أن هذا الدفاع لا غير مناسب سياسيا ولا هذا الدفاع كذا. لا لا، كمحامي يجب أن تستخدم كل نقطة جديرة بأن تكون ضمن الدفاع. أما أقول والله أنا ما أدفع بعدم دستورية المادة 25 خوفا من أن تجي المحكمة الدستورية وتشرعنها وتقول أنها دستورية، لا هذا يخليني أنا مش حقا إذا أدافع. نفس المنطق، لا تدافع خوفا من المحكمة تستغل دفاعك. لا حقيقة هو اجتهاد من دفع بعدم دستورية هذه المادة أكثر من محامي. أنا أحدهم في معظم القضايا أو في كل القضايا، حتى في قضايا مسلم البراك. يمكن كان الهدف هدف بعضكم أبو عمر، أنا أنقلك ما يقوله الناس. أي. هدف بعضكم هو مط القضية يعني أطول وقت ممكن. بدون شك هذا أحد تكتيكات إطالة أمد التقاضي، بس مو في كل قضية. في بعض القضايا تبي تخلص بسرعة، في بعض القضايا لا، إرهانك على الوقت. هي يعتمد على القضية نفسها وعلى الجو العام القضية داخل القاعة. إذا هي تكتيكات. لكن الطعن في المادة 25 يخدم الغرضين. بس أنا أقول لك أنا لا يمكن أفوت أي دفاع قد يؤدي إلى تحقيق مصلحة للموكل بعيدا عن الحسابات السياسية. إذا أنت مع الطعن في 25 مادة 25، مع الطعن بأي مادة غير دستورية أو تقوم حولها شبهة غير دستورية، هذا واجب المحامي أن يطعن. المحامي، احنا مو كل المحامين سياسيين. المحامي وظيفته الأساسية لما يستلم القضية يتصرف فيها كمحامي فقط في الجزء القانوني. وفي الجزء القانوني المادة 25، ولا زلت أقول رغم صدور حكم المحكمة الدستورية. تعليقك عليه أبو عمر على المادة ولا على حكم المحكمة الدستورية؟ على الاثنين. المادة غير دستورية بلا جدال. قريت حكم المحكمة الدستورية ما اقتنعت بكلامهم، مع احترامي لهم طبعا، كل التقدير لهم. رأيك فهم المحكمة الدستورية لمبدأ صيانة ذات رئيس الدولة، هم تعاملوا، وأنا كتبت هذه، هم تعاملوا مع هذا المبدأ، نصت عليه مادة في الدستور، وكأن فكرة كويتية، فنسبوا صيانة ذات الأمير إلى التقاليد والعادات. لا، هذه المادة نشأت أو جاءت في بريطانيا، في إنجلترا، بعد صراع طويل مع الملك، توصلوا في نهايته إلى أنك ما تدير الشأن العام، مقابلها نعطيك حصانة لا تساءل. فهي نتاج تطور تاريخي طويل. إذا هي انتقلت إلينا من بريطانيا، احنا أتنا من مصر، دستور 23، دستور المصري، الملك ذات موصونة، فاحنا قلناه من دستور المصري. بس أصل الفكرة، أصل نظام البرلماني قائم على هذه الفكرة. النظام البرلماني يصلح للأنظمة الوراثية، الملكي، الملك أو رئيس الدولة الأمير لا يباشر سلطات فعلية، هذا هو جوهر النظام البرلماني، وإنما المسؤولية مسؤولية الوزارة، والوزارة يفترض أن تأتي من داخل البرلمان. فلذلك المحكمة الدستورية يبدو أن فهمت
هذا التطور التاريخي بشكل هنقول محلي صرف وليس في سياقه الصحيح. لذلك الحكم جاء، يعني أنا بالنسبة لي كباحث، يعني أنا عندي رسالة الماجستير عن مبدأ الفصل بين السلطات وعن تطور النظام، يعني جزء منه تطور النظام البرلماني، وفي الجزء المتعلق بصيانة ذات الملك The king can do no wrong، هذا هي أساسه وتفسيرها الملك لا يخطئ، مو لأنه منزه، لأنه لا يعمل صلاحيات، لأنه لا يعمل فلا يخطئ. هذا جميل. هو الأساس. خلنا نروح لجزئية الحركة أبو عمر بعد ما انتهينا من القضية هذه تحديدا، قبل أن نطلع منها، هل تعتقد بأن هذا الحكم البراءة اللي حصلوا عليها ستساهم في تبريد الأمور مثل ما هي باردة، تزيد عليها درجة البرودة، ولا يعني الناس كانوا متوقعين، بعضهم قال لو صدرت أحكام إدانة لقبلت بردة فعل شعبية وتحرك الحراك؟ هل تعتقد بأن الحكم له تأثير على اندفاع الحراك وحركة الحراك أو خمول الحراك؟ شوف، لا يوجد حدث بسلمان بروحه يفرز حراك أو يجمد حراك، هو الحدث لما يقع مثل صدور حكم بالبراءة اليوم هو مناسبة. الآن كيف هو، يعني كيف أنت تمارس رد الفعل، شنو رد فعلك؟ تبي تسلقى وتقط راسك وتقول افتكينا من القضية وما عاد أبي الهم ولا أبي وتوبة وآخر نوبة وتوبة وآخر شيء، إذا النتيجة سلبية على الحراك. تبي تقول والله إحنا سوينا اللي سويناه ودخلنا مجلس الأمة، ودخول المجلس أدى إلى إسقاط رئيس وزراء وأدى إلى حل مجلس الأمة وأدى وأدى وأدى، هذا عمل، هذا نضال سياسي. لكن مشكلة الحراك أنه لا ينتظر مناسبة، المشكلة ليست في وجود مناسبة أو انتفائها، لا، يعني يجب أن لا يكون هناك ردة فعل، الحراك لا يتحول إلى ردة فعل. هذه مناسبة تعطيك فرصة، لكن أنا بقول لك اليوم الصبح، يعني مع الأسف لكن هذا واقع، اليوم الصبح في فترة انتظار الحكم كنت أنا أتمنى أن جميع المتهمين في القضية ومناصرينهم وأصدقائهم يتجمعون في مكان واحد، في دوانية واحدة، فلتكن في دوانية شخص مو من المتهمين، محايد. واقع الأمر اليوم 4 دواوين مفتوحة عشان تتسع بعمر هذه، في مجالات، في مجالات، يعني في مجال أنها تتسع. واقع الحراك معالجته، ليش الحراك جمد، ليش الحراك هل ضعف، هل هذه المسألة أعمق من المناسبة. خلني أقول لك أبو سلمان، لما توصل الأمور، بدأ الحراك، حتى ما حد يقول شيء، بدأ الحراك الشعبي الميداني، يعني ما أتكلم عن النواب وحركتهم البرلمانية وجهودهم داخل البرلمان، نتكلم عن حراك الشعبي الميداني، بدأ ب5-6-10 أشخاص في ساحة الإرادة نقعد، بدأ قبلها بحملة ارحل، ولا زلت أذكر الأخ فيصل اليحيى بعد مرور شهر على رفع شعار ارحل، نستحق الأفضل أو الكويت تستحق الأفضل، ذاك الوقت ما أعرفه معرفة كافية قوية، اتصل فيني قال لي بشوفك، ياه قاعدنا يشتكي إنه ما في تجاوب كافي بعد مرور شهر، وحملة في بعد ماكو تويتر، في المنتديات، في المواقع الإلكترونية. فكان أذكر جوابي، قلت أصبر توكم بعدين راح يكون في تفاعل. هذا الحراك الميداني بدأ بهذه البساطة، شعار ارحل تطبق ورحل رئيس الوزراء، الشباب والقوة الشبابية، حركة كرامة، كرامة وطن، من ما ندري كم الأعداد اللي طلعت، لكن ما طلعوا 10 و15 و20، طلعوا أكثر. خطاب كفى عبثا. هذا التطور اللي صار، شو اللي خلي اليوم الأغلبية تدعو إلى ندوة، وفيها من فيها الندوة، من أسماء بارزة الحضور مرة لم يتجاوز 30 ومرة ربما وصل 60-70. إذا ما درسنا، الناس كفروا بالندوات، يعني أبو عمر، يعني أنا ما الندوات، طبعا الندوات، شوف بعد خطاب كفى عبثا، أي خطاب أقل منه ما عاد يطرب الجمهور، أنا أحطها كذي، الجمهور يبحث عن الطرب، لا بالمعنى السياسي لها، يعني أنت ما ممكن، شوف أنت ما ممكن تبي يعني تركض إلى الأمام وعيونك مركبة وراه، أو خطوتين قدام وثلاث خطوات وراء، هذا اللي حصل. على كل حال، أنا مو من نوع اللي يحب يفرض رؤيته. الحديث عن الحراك
وإمكانية استعادته حيويته. المسألة تحتاج في أقل الأحوال جلسة وحوار مفتوح ونقاش موضوعي، ليش الحراك نجح وليش الآن ثم ليش الحراك تراجع، ما بين من ومن أبو عمر، بين من كل من يعني الأمر، ما في وصاية. وين تقدر تناقش لا لا طبعا واحد يقول أنا لا رأيي لا لا, لا لا طبعا أنت بإمكانك تسوي نقاش مغلق، بإمكانك تسوي نقاش مفتوح، لكن أنا القصد اللي بوصله عندك مشكلة اليوم. طيب احنا كبين قوسين معارضة نعيب على الحكومة فيها وفعلتها وتركتها، طيب احنا في احد ييو طرح علاج للوضع الحالي؟ اخليك من العلاج، العلاج متأخر. هل تمت مناقشة موضوعية لأسباب جمود الحراك؟ ليش فشلنا؟ ليش نجحنا؟ اعتقادك ليش فشل؟ مسألة أنا ما ودي شوف بسلمان، الخلل داخل يعني أقطاب المعارضة تعتقد؟ شوف بسلمان أحاول أكون سريع وباختصار ومباشر. أي الكويت لم يكن فيها عمل سياسي منذ مجيء البرلمان، العمل السياسي العلني المؤثر اختفى، وتم اختزال المشهد السياسي كله بعلاقة بين مجلس أمة وحكومة، وإحنا كلنا جمهور بالضبط، وقلتها من قبل في برنامجك، جمهور تنس طاولة التفت يمين ويسار والتصفيق للي يغلب. لم يكن للجمهور رأي العام دور فاعل ومؤثر سوى في الانتخابات، هذه هي العلاقة. لذلك كعمل سياسي، هذا عمل برلمان الله يكثر خيرهم النواب السابقين والحاليين، يعني مو الحاليين مالت مجلس بصوت، لا مالت مجلس الأغلبية، مشكورين ما قصرت، بذلوا جهد، بذلتوا جهد، لكن لم يبذل مع كل التقدير لهم أي جهد للإصلاح السياسي. هو فجأة اكتشفنا أن احنا محتاجين إصلاح سياسي، ما كان في فترات يعني النواب موجودين في البرلمان، المادة 25 اللي احنا قاعدين نشتكي منها قانون أمن الدولة، ما هذه موجودة، ما ليش ما حد حاول يعدلها؟ القصد كان منحصر نشاطهم في البرلمان، فقط في البرلمان في تكتيكات. تعتقد الربيع العربي هو اللي أثر؟ أسباب محلية قبل الربيع العربي أدت إلى ظهور فكرة الحراك الشعبي في الكويت، مبكر طلعت حتى الحراك الشعبي الشبابي ترى تمت مقاومته من قبل بعض الأطراف. متى حصل النجاح؟ عندما تحول مجموعة من أعضاء مجلس الأمة من أعضاء الأغلبية، مجموعة لا تتجاوز 7 أو 8 ولا نذاكر أسماء، تخلوا نهائيا عن العمل البرلماني وتكتيكه وقواعده وخطاب مال الانتخابات، وتحولوا إلى عمل سياسي صرف، انتقلوا إلى دور المحترفين، خلاص عمل سياسي لم يعد يهتم الواحد فيهم بأرباح وخسائرة في دائرته ولا بهالدوانية ولا ذيك الدوانية. هم 7 8 نواب، حتى ما أظلم أحد، هذيل المجموعة الأساسية لما تحولوا إلى آلات سياسية، شوف المشهد السياسي شلون تحول. أي مجلس تحولوا فيه إلى سياسيين؟ قبل انتقلوا من البرلمان إلى سياسيين؟ قبل الانتخاب مجلس يعني الأغلبية. لا 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 بعد عملية، شوف عملية دخول المجلس هو عمل سياسي شعبي ولكن في نواب ونواب. نعم كان بإمكان النواب اللي دخلوا البرلمان يقولك لا يا أخوي احنا ما ندخل، هذه ضد مصالحنا الانتخابية. لا يعني انت بتضطرني اقول مسلم وجمعان وغيرهم، التسعة فنقول التسعة اللي دشوا ما عادوا يفكرون تفكير انتخابي. ارفع السقف، انزل الشارع، انت مو فقط توجه خطابك والجمهور يصفق لك، أنت جزء من هذا الشارع. صار فيه ارتباط وتكامل بين جهود الشباب بكافة أطيافهم وجهود هالمجموعة السياسية التي تخلت عن العمل البرلماني، فجاء خطاب كفى عبثا وخطابات أخرى، فارتفع السقف. الجمهور الكويتي المحايد شعر بوجود قوة سياسية فاندفع مؤيدا. مع الأسف من بعد خطاب كفى عبثا اختلفت الآراء، وهناك من رأى
بأن خطاب كفى عبثا، وأنا أتكلم عن داخل المعارضة، هناك مرة أن خطاب كفى عبثا خطأ استراتيجي، استخدمت هذه الكلمة خطأ استراتيجي، وأنه لم يكن المفروض أن نصل إلى هذا السقف، وأن كان المفروض السقف يكون رئيس الوزراء فقط. تم قتل الحراك من داخل الأغلبية، ما أبي ما لي خلق مشاكل، تم قتل الحراك وأول أمر متحفظ يعني غريبة كبرت شوي، والأمر مهم جدا، أول ما ضرب حساب كرامة وطن، نشهد على ذلك. ثم تعطلت الأغلبية عن إصدار بيان تضامني مع مسلم ومع فلاح الصواب خالد الطاحوس وبدر الداهم. أحدهم في اجتماع للأغلبية يقول أنا في الجلسة التفت ما ألقى لأخوي حاضر وراي. الأغلبية لم تصدر، أنا ما أبي يعني أكون فيها، أنا بالعكس باتجاه لن تنجح العملية إذا لم يفتح الجرح، باتجاه بالاتجاه التوحيدي، لكن ما لم نشخص التشخيص الصحيح، ما أبي أدين أحد، التشخيص الصحيح هو أنه بعد خطاب كفى عبثا التيار التقليدي المحافظ الذي ينزع نحو العمل البرلماني التكتيكي فقط، الذي يعني يتبنى خطاب المجهول وليس الخطاب المباشر الصريح، تفوق، ضربت الجبهة الوطنية وأبعدت. لذلك احنا في الجبهة الوطنية كنا انا الاخ احمدين خالد فضالة دكتور مشاري مطير واخرين، ما نسعى الى ان يكون لنا كيان بروحنا ونتصرف، لا، مجرد ما شعرنا بان الاجواء غير مواتية لعمل الجبهة، وكن صريح وياك، الجبهة الوطنية كان تيار تشدد، اذا بتسميهم صقور الحراك، تيار المتشدد مع مجموعة داخل الأغلبية أيضا صقور، وأي صقور، ضرب حساب كرامة وطن، ضربت الجبهة، وضربت الجبهة، وتم تمويت الخطاب، ولم تتمكن الأغلبية حتى من إبداء تضامنها مع النواب اللي تعرضوا للملاحقات. وحدث في شهر 12 أن مسلم البراك استمرض، دخل المستشفى، وجمعان دكتور جمعان أبدى اهتمامات في الوضع في سوريا، وتسرب اليأس في نفوس الشباب بعد ما ضرب حساب كرامة وطن. مشكلة الآن إذا ترتبط معارضة مسيرة شعب في المعارضة بأشخاص، بمسلم البراك إذا مرض الحراك. طيب خلنا يعني خلنا أكون دقيق، ما عليه، مو بالصورة هذه، لو كان لا كان غيابه مؤثر جدا بدون شك، هذه ما فيها روح تعال، ما ينكرها احد، لكن لو كان هناك ثبات على الاتجاه، حتى الغياب القسري المؤقت لمسلم او لفلان غيره يكمل، لكن على اعتبار انه معارضة مؤسسات ومعارضة شعبية بالضبط، او معارضة تيارات بالضبط. طيب ابو عمر، الحديث هذا اللي قلته قبل شوي اللي هو ضرب الحساب، حساب كرامة وطن، ضرب الجبهة الوطنية، ضرب الحراك أو الأغلبية من الداخل، عدم تبني بيان أو عدم إصدار بيان بعد الخطاب وكذا، هل هذا بتلقائية أم هو أمر دبر بليل وخطط له ورسمت له الخطة، أنت يا فلان تقدم الآن، أنت يا فلان انسحب الآن، وأنت لا، شوف أنا الجزء اللي أنا معني فيه والجزء المؤثر، لا، ما في هذه نظرية المؤامرة ودبر بليل، هو في الأطراف، في الأطراف وفي ميدان تويتر، والضرب اللي حصل، وحصل لي أنا 3 شهور ضرب متواصل، بس متواصل ليل نهار، أكثر من 3 شهور، 3 شهور أنا، لا 3 شهور اللي كانت حملة، يعني حملة برا وبحرا وجوا، أوه شيء، واتهام وسويتش الحراك، ومحمد الجاسم قال سويتش الحراك عندي، أي سويتش حراك، أي شيء، أي هوندا، كذب 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 كذب، شيء مو طبيعي، هذا أنا أعتبره هامشي، هذا أنا، لذلك يعني مو الأصل هو التوجه السياسي، وأنا أتكلم على مستوى أعلى، مو يعني مو هالمستوى، لا مستوى أعلى. الأزمة لم تكن أزمة خيانات
ولا أزمة تدبير، لا لا، أزمة اختلاف جيلين. جيل يرى بوجوب العمل الميداني وجيل متعود على العمل التكتيكي. أنا أدخل الدوانية، أنا أتكلم، حتى الأسئلة لا تسألون وأطلع. مسلم البراك، جمعان وآخرين، يعني عشان ما أكون، تخلوا عن الأسلوب التقليدي. قلت لك صاروا سياسيين، شوف الصور اللي أنتم ساعة حطيتوهم، لم يكن مسلم وجمعان والنواب اللي دخلوا المجلس وغيره يتصرفون كسياسيين. جميل. كنواب الإشكالية كانت في التراجع الكبير اللي حصل بعد خطاب كفى عبثا نحو الأسلوب التقليدي. كان غياب جمعان وغياب مسلم مع تفشي درجة من الإحباط بسبب الانتخابات، لما صارت انتخابات صوت الواحد مع الضرب اللي من الأطراف هو اللي أدى تشويه السمعة. الآن الآن تبي تقولنا بنرجع؟ المسألة مو بهاي البساطة. يرجع الحراك، ما هو مرتبط بأشخاص، لكن على الأقل خل أي طرف يدعو إلى مناقشة موضوعية للي أنا قاعد أقوله، يعني مناقشة وحوار لمن؟ للمعارضة؟ خلها بين الأغلبية ذاتهم، خلهم بين نواب الأغلبية السابقة. جيب الشخصيات الرئيسية، يعني ما تعزو هذا الأمر، يعني أنت عزوته إلى أن اختلاف بين جيلين، اختلاف بين تفكير اختلاف جيلين، اختلاف هل فكرتين. هو ألم يكن هناك سباق على وقتال على الزعامة، زعامة الحراك؟ لا، أدى هذا إلى لا، خلنا نقولها يعني تفتت الحراك. شوف مسلم فرض نفسه، والجمهور لم يدع له مجالا لأن يتراجع أو حتى يفسح المجال لغيره. مسلم تزعم، ما تزعم مسلم بلا ثمن، ولا تزعم لأنه يرغب في الزعامة. الميدان مفتوح، من لديه أفضل من مسلم ميدان مفتوح. هي هذا اللي أنت تلمح له، هذا بالأطراف. هذا ما لمح له، بوضوح تكلم. أنا أقول لك إيه، يعني هذا بالأطراف، أنا هذا أعتبره. شوف حرب تويتر والقيل والقال، ولا هذا مو هذا المؤثر، هذا أشغل الناس وخلق أجواء بس ما يعطيك مؤشرات. يعطي مؤشرات، لكن أنا مشكلتي ليست في الأطراف، أنا مشكلتي ليست مع من يرغب في أن يكون له دور، لأن وقت الجد هذا أي شخص يبي يلعب دور يختفي، عرفت؟ أكيد. أنا مشكلتي الأساسية مع إما خطاب عالي وعمل ميداني منظم، وإلا لن يتحقق إصلاح. تبي إصلاح بالأسلوب السابق بخطاب مبني أو موجه إلى المجهول بنفس الأسلوب مال الثمانينات بنفس الشخوص؟ نكون واقعيين، شباب والله يا أبو سلمان، مع بداية عندنا دقيقة أبو عمر، مع بداية بس المسيرات والمظاهرات حماس عند الشباب، فكان في البيت. وأنا ما أتكلم شباب، يعني ريايل، ما هم يهال لحد إيه في ذهنه أن ذي لا ينقص عليهم، ريايل يعرفون شو يتصرفون. فأقول لهم يعني ديروا بالكم، ترى الموضوع المسيرات، ترى يعني أسمع في من يقول أنا بالصف الأول، واحد يقول أنا يمك كذي بهذه الروح. فأقول ديروا بالكم، يعني ترى خطأ من القوات الخاصة، بالخطأ المطاعة بدال لا تجي على كتفك تي على راسك، أنت مدرك خطورة ما تقوم به؟ يرد عليك يقول لك والله لو أموت في سبيل الكويت ما عندي مانع. هذه الروح افتقدت الآن ولا ما زالت مستمرة؟ ما زالت موجودة، ما تختفي وعي روح الشباب. إذا لكن هذه ما تمشي مع خطاب سقفه رئيس الوزراء، ويعني خطاب تكتيكات برلمانية، تكتيكات عمل برلماني. إذن ما زالت جذوة الروح عند الشباب موجودة ولم تموت، فرصة يقودون. جميل. ومسلم ترى وجمعان لا زالوا نعتبرهم من الشباب، لأن المسألة مو رقم، مسألة الروح والقناعات والاستعدادات. شفت في مسيرة مسلم ولا جمعان مو فيها؟ لا حشر. شفت في مسيرة مسلم وجمعان مو متصدرينها وغيرهم؟ بارك الله. شوف قضاياهم كم، خالد طاحوس، ما أبي أنا أغفل أحد، خالد خير،
نقف عند هذه النقطة. شكرا لك محمد عبد القادر الجاسم، يعني تحدثنا مع أبو عمر عن القضية وعن أيضا أسباب الحراك، أعطانا رؤيته. قد نتفق في يعني معها، قد نختلف. الناس هو طرح رأيه وللناس آراءها، تناقشوا في الموضوع، يعني الناس تتباحث في 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 هذا الرأي، خصوصا من كان يعتبر محمد الجاسم وما زال يعتبر بأن سويتش الحراك. لكم رأيه، أمامكم موضوع على الطاولة، يمكنكم التباحث والنقاش حوله. شكرا لك. لا بدي سويتش حراك ولا أبي سويتش حراك. شكرا، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. في أمان الله.